زي ما قلت لك، أنا مش طالب منك إنك تغير نفسك أو تغير من أسلوب حياتك، لا، عيش حياتك زي ما أنت عايز، وخد من الدنيا كل اللي أنت تحتاجه، طلباتك كلها مجابة، واعتبرني زي أبوك بالظبط. وكمان لو كنت اتكسفت من أبوك في طلب من الطلبات، اطلبه منه، ما تتكسفش. قلت إيه؟ بص يا دكتور، أنا لو هبقى معاكم مش هيبقى عشان أنا مؤمن بأفكاركم أو شبهكم. أديك شايف أهو، أنا مش شبهكم. ولو على كم معلومة اللي عندي عن هاشم، أنت قلت بنفسك ممكن تجيبهم من أي حتة. بقول لك يا دكتور، أنت عايزني في إيه بالظبط؟ كل خير، بس اتأكد يعني انك انت وانت معانا هتنبسط قوي، ولما هتخش جوانا اكتر هتعرف ان الحكاية غير ما انت فاكر خالص. نقرأ الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. لما سبتكم وسافرت بره كنت ناوي ارجع تاني، بس كان لازم ارجع واحد تاني خالص، واحد بناتي تفرح بيه. هناك اتعرفت على واحد كبير عمل معايا الواجب بزياده واشتغلت معاه، وبعد شويه رجعني على مصر عشان امسكه بالشغل هنا. فرحت وافتكرت خلاص ان الدنيا ضحكت لي. في المطار مسكت باتنين كيلو بودرة كان حاططهم لي في الشنطة من غير ما أعرف ابن اللقيه. سجنت معايا كل أحلامي، واللي بيدخل السجن يا مريم بيطلع منه واحد تاني خالص. هناك اتعرفت على معلم كبير، هو اللي باني المنطقة دي وهو رئيسها. عشت تحت جناحه، وحتى لما خرجت من السجن شغلني معاه وبقيت دراعه اليمين. وقبل ما يموت نصبني رئيس على المنطقة دي كلها. عملت له الضريح ده، وجميله هيفضل في رقبتي لحد ما اموت. انا بقى عايز اقول لك على الوصايا العشر بتوعي، امشي ورا مصلحتك دلوقتي، ما تخليش حد او حاجه تعطلك. اللي يعاديك يعاديه، وما تنهوش على يوم حلو. اللي يعمل معاك جنين شيليه فوق راسك، وما تقوليش لحد. ولما تشوف ابوك تبوسيه. فتحت الشغل. بسم الله الرحمن. أنا شايفة إن جمال لازق لك قوي زيادة عن اللزوم. هو هيفضل هنا ولا إيه؟ آه، عجبه المكان هنا وناوي يشتغل معايا. هو ما يضرش، ينفع. طب خلي بالك منه بقى، عشان بنتك منال غوياه بتحبه يعني. طب ما انا عارف، ربنا يستر. انا همشي يا رجب. هتوحشيني يا بنت رجب.